هنا سنجي على انه لازم نفهم انه شفرة البي كود وشفرة السي اي كود تستخدم لنقل بيانات الساعة ساعة القمر بإشاء يعني من خلال ما يعرف بالبي ار ان او البي سويد رينج راندوم نويز. مثل ما نعرف انه السي اي كود تحمل فقط على ال1 على التردد ال1 في حين انه شفرة البي كود تحمل على كلا الترددين ال1 وال2 و كل الكودات يعني اللي هو تحمل الإشارة الملاحية اللي هي تعرف بـ Navigation Message. نجي هسه على الكودات اللي المتوفرة العاملة حقيقة في نظام GPS. أول كود هو السي اي كود واللي هو كود مدني يستخدم for civilization يعني used يحتوي على 1023 chips شريحة هنا هو الديوريشنز مال يعني السي اي كود ديوريشن 1 microsecond يعني طول الشيب الشريحة حدود 297 متر في حين ان البي كود هو ايضا public available for civil use يعني للاستخدامات المدنية عدد الشرائح تقريبا اللي بي 2.3547 في 10^14 chip بمعنى انه الشيبينج ريت او الكلوك ريت مات حدود 10.23 ميجا chips per second والـ duration مات 266.41 days يعني بالضبط 38.0 week بيكود أكثر دقة من السي اي كود بعشر مرات نتيجة انه الفريكونسي مال البي كود أكبر من الفريكونسي مال السي اي كود بعشر مرات. طبعا هنا يرمز للبي كود بالدبليو كود او يرمز بالواي كود واللي هو دلالة على الانتي
البوفينج، يعني اللي نظام الحماية الإشارة من الافتراق إلى آخره. التطور اللي صار يعني بالإشارات الحاملة، الترددات الحاملة اللي هي الـ L5، ولدت لنا كودات جديدة اللي هي الـ L2C كود والـ L5C كود والـ L1C كود. الـ L2C كود هو for visualization كود يحمل على الطول الموجي L2، يعني على الحامل، حامل التردد L2 أغراضه يعني commercials، يعني تجارية، ويفترض يعني هذا الكود هو استبدال يعني لمنظومة الأقمار الـ 24 واللي بدت من تاريخ من سنة 2012 حقيقة. الـ L5 كود أي بدأ هذا الكود بانطلاق النوع الأقمار اللي هو بلوك IIF، أيضا هو سيفل كود، صمم أن بحيث أنه يكون لتطبيقات يعني safety of life. L5 كود 10 مرات أطول من CA كود. الشفرة الثالثة اللي هي generating via L5 كود، L5 band وال L5 band هو L1C كود اللي هو إضافي، يعني هو هذا يعني كود إضافي للكودات اللي هو L2C وال L5C، واللي هو نتيجة تطوير البرنامج الإشارة للGPS اللي هو اللي يعرف بالGPS 3، يعني GPS III، واللي يفترض بدأ هذا البرنامج بال 2013، وهنا البيسكليز انه هذا يشمل اشارات مدنية تحمل يعني على الحامل L1، وهنا L1C اللي هو يمثل الإشارة الثالثة المدنية اللي هي ليس لن تكون استبدال للشفرة CA كود، بل هو بشيء إضافي لها. نجي على الإشارة الملاحية حقيقة اللي هي جزء اللي أيضا تحمل على L1 وال L2 على هذه البان L1 وال L2 بان، واللي هي حقيقة الهدف من إدها إيصال اضطرابات مال القمر، يعني اضطرابات مدار القمر وصحة القمر، يعني هنها يسموه بالساتلايت هيلث، ووقت القمر ووقت ساعة القمر والإينوسفير بارامترز اللي هي البارامترات الخاصة بطبقات الغلاف الجوي، وإضافة إلى حالة النظام
كل هذه المعلومات واللي خاصة بالقمر تنقل إلى المستلم الإشارة، يعني برسالة ملاحية تعرف بالـ NAV Navigations، اللي هي مختصر Navigation Message Vehicles. إذن هنا وأيضا هنا أكو حتى يصير مقارنة ويا التوقيتات الأنظمة الملاحية الأخرى اللي مال GNSS مثل الجلوناس مثل جاليليو مثل كيوسز إلى آخره. فإذا الإشارة الملاحية NAV صممت بحيث أنه تصير عبارة عن إطار رئيسي يحتوي على 37,500 بايت. هنا 37,000 بايت هو الإطار الرئيسي الماستر فريم يسموه. عملية النقل اللي قاعد يصير يعني النافيجيشنز مسج تأخذ 12.5 minutes. الماستر فريم يتقسم إلى 25، يعني صمم بحيث أن يتقسم إلى 25 فريم إطار. كل إطار الريت مالته 1500 بايت، بمعنى انه المسج لينث يعني طول الرسالة تكون 30 سكند، وممكن ان تنحط بخمس اطر او خمس فريمات، وكل إطار هنا تحتوي على تأخذ وقت 6 ثانية وتحتوي على 10 كلمات بقيمة خزنية 30 بايت. بالتالي حتى يعني الوقت اللي يستغرق كلمة واحدة يعني transmission time اللي يحتاج لكلمة واحدة هو 0.6 ثانية. هذا يعني الأطر اللي يعني للنافيجيشن مسج أو التصميم للنافيجيشن مسج. وكل إطار من ذني الأطر بيها اللي بيها ينقل تفاصيل، يعني التفاصيل الآتية اللي هي بالفيرست سب فريم تحتوي على البيانات الخمسة الآتية اللي هو GPS ويك نمبر، هاي أول شغلة يعني اللي هو يبدأ من يوم السبت إلى الأحد بالمنتصف، يعني هنا ترقيم الجي بي اس اعتمادا على أسبوعيا بمعنى، هاي واحد. التنبؤ بدقة البدء للمستخدم، تعطينا مؤشر على صحة القمر ساتلايت هيلث وعمر البيانات، تعطينا تفاصيل على التأخر بالإشارة وأيضا تفاصيل على
على الدقة و والبارامترات لساعة القمر. هذا وين حتكون؟ هذا بالفيرست سب فريمز الرئيسية. بالسكند فريمز، يعني بالسكند والثيرد فريم، تحتوي على بيانات الخاصة بالقمر، يعني مدار القمر واللي هو يعني يتم مراقبته من خلال المحطات المراقبة اللي هو المونيتورينج ستيشنز، اللي هي تابعة إلى الكنترول سيجمنت اللي هي قسم السيطرة بمنظومة الأقمار مال الجي بي اس. الإطار الرابع اللي هو الفورث سب فريمز يحتوي على معلومات الإينوسفير والوقت العالمي اللي هو اليو تي سي الكوردينات يونيفرسال تايمز، وعلاقته بالوقت الذري، وعلى طول على كل الأقمار ال 24 لأقمار الجي بي اس. الإطار الخامس اللي هو يحتوي على بيانات الالمنس، يعني خلينا نسميها اللي حالة القمر أو الأقمار ومكاناتها ال 24 في المدار. ذني الحقيقة اللي هي التفاصيل الخاصة بالنافيجيشنز مسج، وهذا الشكل اللي يوضح لنا ذني هذه الفريمات الخمسة اللي هسه وضحناها، واللي اي يعني اي اشاره، يعني اي اشاره نافيجيشن مثل ما قلنا تحمل على احد على كلا على كلا الطول الموجي ال1 وال2. اتمنى انه تكون المحاضره واضحه. هنا احنا ما دخلنا في تفصيلات كثيره للاشاره، قدر تعلق الامر بينا كمستخدمين لمنظومه الجي بي اس، بس هذه المعلومات ضرورية أن نطلع عليها بشكل بسيط ومبسط حتى ندرك شلون هذه الإشارة اللي قاعد توصلنا، شنو الفلسفة مالتها، شنو البناء مالتها، وشنو الهيكلية العامة لعملها، حتى بعدين ننطلق إلى تفصيل أكثر لفهم لنظام الجي بي اس. وشكرا جزيلا.